بسم الله الرحمن الرحيم. اذا عدنا اليكم نواصل مع لو ميني بروجي تاعنا. اذا راح نشوفوا لا بارتي 2. لا بارتي 2 في حد ذاتها مقسمه دو بارتي. لا بارتي الاولى هي لا موديليزاسيون. الان لازم نشرح لكم كيفاش درنا لا موديليزاسيون. بيان سور ما تقدرش تفهم مليح واش راح نقول دوكا اذا ما راجعتش ولا ما حضرتش لي كور اللي قريناهم في البريزونسيال. اذا باش تفهم مليح واش راه صاري هنا لازم تفهم واش قرينا في البريزونسيال. وايضا هنا اللي راح يشوف الفيديو راح ينتبه النقطه هذه راح نسقسيكم، لانه هذا استميلي بروجي فيه بارتي تيوريك وين بارتي براتيك. راح نسقسي على امور تاع الكور داخلين في هذا الميني بروجي. دونك لازم تروح تقرا الكور، اللي حضر ولي كور موجودين في الموقع تلقاوهم سو فورم باوربوينت ولا بي دي اف. اذا لا موديليزاسيون، اذا حنا هكذا باختصار لانه يعني الكور موجود، انا راح نعطي لكم يعني حاجه خفيفه برك، تنبيهات هكذا امور ممكن غامضه نشرحها. اذا باش تفهموني حنا راح نكونسيديريو بلي عندي 3 بوبين. عندي 3 بوبين وستاتور اللي هما هادو، وعندي 3 بوبين روتور، يعني سيت اون ماشين اسينكرون. حنا مادام راح نديرو الحلقة الموديل تاع ماشين اسينكرون اكاج دي كيري تبقى في السنجاب، دونك نورمالمون ما فيهاش دي بوبيناج. مي حنا الحلقات هذوك اللي موجودين باش تفهموني لو روتور نتاعي اكاج دي كيري فيه واش معناه اكاج دي كيري. فيه دي بار اون الومنيوم وكور سيركويتي بار ديزان. في النهاية راح يجي هكذا نقص السمك برك تاع في النهاية راح يجي هكذا. هذا هو. دونك عندي بليزيور بار اون الومنيوم، كل وحده فيهم دو مثلا وحده من هذو، مثلا دو هذه دو هذه. شوفوا هذه هي اللي نرسمها لهنا، هذه تمثل اون سبير، تمثل حلقه. دونك عندي بليزيور سبير. دونك نقدر ايضا الروتور نمثلو انه فيه 3 بوبين فيكتيف افتراضيه، صح؟ اذا ننطلق من هذا ثم نكتب لي زيكواسيون دو طونسيون ستاتور لي زيكواسيون دو طونسيون روتور كيما هدرت لكم في الكور. اذا لازم ترجعوا للكور باش تفهموا. هذا استمني بروجي نشرح لكم كيفاش باش ما تعملوش معها على اساس لازم نشرح الديتاي شو راني ندير. الكور درتو، الان انا راني نفهمكم واش لازم، صح؟ من بعد عندي ايضا لازم ندير دي زيبوتيز. هذه لي زيبوتيز يا اخواني الكرام كاينين في الكور، وكل وحده شرحت لكم علاش. كل وحده شرحت لكم وعلاش، علاش نطرو فالي كونكونست، علاش هذه في الكور الاول كاع درناها. اذا ايضا ردوا بالكم هنا في النقطه هذه. هذو دي زيبوتيز درناهم، لا لوا دو فاراداي ولا لوا دو لينز اللي يمشي بهم الموتور، دونك ما نحكيش عليهم. ان نجو تشفاو، هذه ايضا هذه هضرنا عليها. بور اون بوبين وحده نكتبو مثلا راح تكون عندي ار اي اون طونسيون بسبت لا ريزيستانس بسبت لا لوا دو طونسيون بسبت لا لوا دو فاراداي. دونك هاي ار اي. يبقاو لي فلو، لاحظوا معايا بلي عندي 6. قلنا لكم بلي كاين اون بوبين في ستاتور ويأثروا فيها زوج تاع ستاتور، يأثروا فيها 3 تاع الروتور. اذا كلش يجي 6. هذه ايضا كاينه في الكور درناها، دونك يجوني 6 ايكواسيون. هادو لي زيكواسيون او ستاتور، وبنفس الطريقه نكتب لو روتور. ومن بعد كيما قلت لكم نحطوها سو فورم ماتريسيال. هادو لي زيكواسيون دو ستاتور وهادو لي زيكواسيون دو روتور سو فورم ماتريسيال. نكتب لا ماتريس دي ريزيستانس ستاتوريك ولا ماتريس دي ريزيستانس روتوريك. وعندي ايضا هنا كل وحده واسمها، من بعد ما تقراو هذا نعطيه لكم، هذا نبريميه ونعطيه لكم، ولا نطلع لكم سو فورما بي دي اف شو يسموه. هذو لي ماتريس دانديكتونس، هذو كامل شفناهم في الكور كيفاش خرجناهم، دونك ما نعاودهمش. ثم لا ترانسفورماسيون دو بارك ايضا درناها في الكور، لو باساج متري فازي بي فازي.
هذه هي لا ماتريس لحد لهنا راك تشوفوا كل شيء قريناه راه نطبقوه على ماشين اسينكرون. واش قريناه في لا ماشين جينيراليزي راه نطبقوه في لا ماشين اسينكرون. اون فوا نخرج لا ماتريس دو بارك مفهمتش علاش راهي الحمد لله. المهم اون فوا كان عندي لا ماتريس دو بارك تبعوني واش راح ندير. هذه ليكواسيون تاعي واش راح ندير؟ راح نضربها في ماتريس دو بارك ومن بعد في الحقيقه ماشي نضرب في لا ماتريس دو بارك هذه لانه انا باش نعطي لكم الخلاص لازم نعاود نرجع هذيك لا ماتريس دو بارك هذه لا ماتريس دو بارك لازم نعاودو نرجعو للور صح هذيك لا ماتريس دو بارك دونك انا باش نروح لبي فازي متري فازي بي فازي لازم نضرب في كلارك و بارك اللي هي الكل من بعد نسموها بارك صح هادو كامل درناهم في الكور باش ما تقولوش راه يزرب نفهمكم بارك يعني واش راح تخدم. المهم حنا واش راح نديرو لهنا هاديك ليكواسيون تاعنا قبل ما نضربوها في بارك راهي في تري فازي حابين نروحو للبي فازي صح. الان شوفوا معايا مليح هاديك لا ماتريس دو بارك في البي فازي تعطيني تري فازي تري فازي في الماتريس دو بارك بي فازي في الماتريس دو بارك يعطيني تري فازي وهكذا. من بعد واش راح ندير انا باش نيليميني هذه باش نيليميني هذه باش تجيني لا ماتريس ايدونتيتي دونك لازم نضرب البي هذه ترونسبوزي لازم نضربها في البي. علاش نضربها في البي؟ على جال باش تفهموني حاجه وهذه ممكن نسقسيكم عليها ايضا. انا لا ماتريس اون ماتريس انفرس مثلا لا ماتريس انفرس تاع ا تقدر تساوي هي لا ماتريس ترونسبوزي وقتها هذه وقتها هذه نهار يكون عندك اون باز اورتونورمي معناه معلم متعمد متجانس دون سو كا لانفيرس تاع ماتريس هو لا ماتريس ترونسبوزي. اذا انا لا ماتريس ترونسبوزي شو نشوفها موان زان كي تضرب انت ا في ا موان زان دير فراسك بلي طيح في لا ماتريس ايدونتيتي دونك طيح في الواحد صفر 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 واحد صفر 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 واحد وهكذا نتاع في لا ماتريس ايدونتيتي دونك نقدروا نلغوها الفايده دونك تروح تبقى لنا غير هذه شوف هنا هذه مضروبه في واحد تبقى لنا غير البي فازي صح. بقات لنا حاجه برك بقات لنا هذا لو تيرم هذا نحسبوه عادي عندك لا ماتريس دو بارك ترونسبوزي دير لا ديريفي نتاعها اضربها في لا ماتريس دو بارك تجيك هذا لا فالور تجيك هذا الاكسبريسيون هذه. اون فوا تجيك الاكسبريسيون هذه تجي تعوضها له تخرج لك هذه هي هذه هذه هي هذه هذه هي هذه لو فلو وهذه جات من هذه صح. الان نعاود نسيبريمي هذا باش مابقاش مخربش على هذا لحقنا خرجنا زيكواسيون دو ستاتور وبنفس الطريقة إخواني نلحق لي زيكواسيون دو روتور. في النهاية هذو أيضا شفناهم في الكور إذا شفيتو خرجنا لي زيكواسيون هذو زيكواسيون هذو خرجناهم كيما خرجناهم في الكور برك. هنا علاش درنا زيرو إخواني وهذه أيضا سقسيكم عليها لو قلت لكم راني في الفيديو نمدي موكلي لي شوف الفيديو راني فيق بلي شاف الفيديو وفهم يعني كي نسقسيه راح يتفكر بلي قلت له نسقسيك على هذه اللي ما شافش الفيديو ما راحش يقدر يجاوب من بعد ذاك الفيديو. اذا هنا علاش زيرو لانه لو روتور كور سيركويتي تشوفوا قلنا الروتور اكاش تذكروا قلنا عندي دي بار نالومنيوم كور سيركويتي دونك لا طونسيون تيغال على زيرو على هذيك اللي هنا في الروتور درنا لا طونسيون تساوي صفر. اون فوا لقينا لي زيكواسيون هادو
les équations de flux هذو كامل راهم في الكور تلقاوهم نقول الى هنا كل شيء سهل صح دوكا نبدا الان تبعوني هنا لازم نفهمكم شويه هذه لي دوز ايكواسيون تبعوني هذه لي دوز ايكواسيون عفوا هذه لي دوز ايكواسيون شوفوا معايا في الحقيقه شنو لاكس دي كيو عندي اكس في الدي وعندي اكس في الكيو بالمفهوم تاع نومبر ايماجينير بالمفهوم تاع نقدر نشوف هذا هذه لابارتي ريال وهذه لابارتي ايماجينير دونك نقدر نضرب هذه فوا جي 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 علاش راني ندير هكذا راني ندير هكذا باش في الحقيقه نحاول نخرج انهم كومبلكس نحاول نخرج اون تونسيون في اس اللي هي في اس دي بلس جي في اس كيو لانه في الحقيقه عندي اون تونسيون في اس عندها مركبه عدي وعندها مركبه على كيو دونك نقدر نشوف المركبه عدي هي لابارتي ريال والمركبه جي هي لابارتي ايماجينير ونفس الشيء بالنسبه للروتور اذا نستعمل هذا نستعمل هذه الخطه هذه باش نكتب النوم كومبلكس فوالا اكس دي بلس جي اكس كيو كاع ندير لهم هكذا ونخرج لي دوز ايكواسيون هذا يفوا عندي هذه نقول باللي عندي عندي دي سي عندي نقدر نخرج لو سيركوي كيفانو كيما قريناه من قبل كيما قريتو في الكتريسيتي لي زيكواسيون تقدر تخرج سيركوي ومن السيركوي تقدر تخرج لي زيكواسيون دونك هنا عندي عندي هنا اون مايل عندي لا لوا دي مايل عندي لا سوم دي طونسيون هنا وعندي لا سوم دي طونسيون هنا ونقدر نخرج لو شيما كي فالو هاي ليك ال اس فالو كورون بلس جي هذا سي تي طونسيون هذه سي تي طونسيون ولو روتور مادام زيرو تبعوني لو روتور مادام درنا له زيرو دونك نغلق لامير كل سيركويتي وشنو هو المشترك بيناتهم يا جماعه شفا هاوليك المشترك بيناتهم لازم نبدل اللون تبعوني المشترك هذا هو المشترك بيناتهم كي يكون في ستاتور جايب سبت الكورون تاع الروتور معنى هذا التاثير تاع الروتور على ستاتور والتاثير تاع ستاتور على الروتور هنا شوفوا هنا نلقاو اي اس في الروتور نلقاو اي ار في ستاتور دونك هنا كاين ان فلو يجي من ستاتور دونك هو الميتويال هذا هو اللي نرسموه له هو اللي نرسموه له هنا الميتويال بينهم اونتر لي دو صح من بعد عندي كونديسيون على اساس ماذا بيا لو رابور هذا يساوي الواحد لو رابور دو ترانسفورماسيون ماذا بيا انت يساوي الواحد كي نديرو رابور يساوي الواحد ونجيب لي بيرت نطلعهم لي بيرت نطلعهم في الاوستاتور لي بيرت هاذي نطلعهم في الاوستاتور نتحصل على لو سيركوي ايكيفالون هاذي اذا بعد ما كانوا عفوا نتحصل على هذا لو سيركوي ثم لي بيرت فار هادو لي بيرت فار نطلعهم كامل وستاتور ما نخليهمش في الروتور هذه بور سامبليفي برك نتحصل على لو موديل افيك فويت رامني وستاتور بيان سور نتوما هذا الفيشي تقراوه انا برك نشرح لكم بعض الامورات برك وترجعوا للكور باش تفهموا صح من بعد كيما حكينا في الكور لو شوا دو ريفيرونسيال عندك تروا تيب لي وستاتور لي وروتور لي شون تورنو حنا في ميلي بروجي ندو لي وشون تورنو هذه هي من بعد ليكسبريسيون تاع لو كوبل الكترومغنيتيك كيما درنا في الكور هاي ليك شفناها عندنا هكذا اون فوا كملنا نقدروا نقولوا بلي خلاص يعني راه عندي لو موديل هذا هو لو موديل تاعنا تبعو هادو هما لي زيكواسيون ديفيرونسيال دونك نتا هادو كامل باش نقدروا نخرجوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال تاعنا صح يفو عندك لي زيكواسيون ديفيرونسيال تروح تكتب ان بروغرام في ماتلاب كيما تعلمنا نكتبوا لو بروغرام في لا ماشين اكورو كونتيني بنفس الطريقه نكتبوه تاع لا ماشين اسينكرون
صح. من بعد واش دير انت؟ نتايا دير بليزيو سيمولاسيون بعد ما يجي لك البروغرام وتكتبو، دير بليزيو سيمولاسيون، تبقى فاري في لو كوب دو شاش، خطره تدي 0 خطره تدي 2 خطره 4 خطره 6 جوسكا 18. اشاك فوا تروح تكتب لي دلتا تي، هذا شكون دلتا تي؟ دلتا تي هو من الصفر حتى وين يوصل ريجي بيرمانو، مثلا مثلا داك لا فيتاس هكذا، تحسب لي هذا هو تي صفر وهذا هو تي اللي يبدا في ريجيم بيرمانو. علاش حابين نشوفوا اسكو لو ترونزيتوار ريجيم ترونزيتوار يكبر مع الكوب دو شارج ولا ما يكبرش ولا يصغر؟ المهم اسكو كي يتغير كوب دو شارج اسكو يغير على لو ريجيم ترونزيتوار ياثر فيه ولا ما ياثرش فيه؟ هذه المعلومه الاولى. ايضا تسجل له كوب الكترومغنيتيك في الريجيم بيرمانو، شفاو مليح كاين في الريجيم بيرمانو، مثلا الكوب الكترومغنيتيك يبدا هكذا، انت تجي في الريجيم بيرمانو تماركي لو كوب دو شارج نتاعك، عفوا لو كوب الكترومغنيتيك. علاش؟ باش نشوفو كي يزيد كوب دو شارج كيفاش يتغير لو كوب الكترومغنيتيك. كي نعرفو كيفاش يتغير لو كوب الكترومغنيتيك، ديرو فراسكم بلي نشوفو الكورون لي يجبدو. علاش؟ اجي لو كوب الكترومغنيتيك يا جماعه، لو كوب الكترومغنيتيك شوف متعلق بالكورون، دونك اذا يزيد لو كوب يزيد لو كورون، اذا ينقص لو كوب ينقص لو كورون. احنا حابين نشوفوا واش يصير. ايضا تسجلي لافالور افيكاس، دونك تروح لافالور ماكس تاع الكورون في الريجيم بيرمانون، واه شوفوا مليح في الريجيم بيرمانون تسجل لافالور ماكس تقسمها سو راسين دو دو. ايضا تحسب لي لافيتاس في الريجيم بيرمانون، ايضا تحسب لي الجليسمون اللي هو اوميغا اس مو اوميغا سور اوميغا، وتحسب لي لي بيرجو اللي هو 3 ار اس، عندك سيت اون دوني وهي فوا لافال افيكاس او كاري. هنا يا جماعه نسيت باش نكتب او كاري هكذا، وتسجل لي فالور بور ديفيرون كوب دو شارج. من بعد نبداو الاسئله، نبداو الاسئله. السؤال الاول ديتيرميني لو موديل ديتا، هذا كيما درنا مع لا ماشينا كورو كونتيني، تكتب لو موديل ديتا تاعو. واش معنى لو موديل ديتا؟ معنى تكتبها دو لا فورم اكس بوان تيكال ا اكس بلس بي اي، هذا هو لو موديل ديتا صح. اثنين رياليزي ان بروغرام سو ماتلاب بيرميتون لا سيمولاسيون دو كومبورتمون دو لو ماشين. اذا النقطه الثانيه تروح تكتب ان بروغرام في ماتلاب، من بعد تراسي لا لوت، تراسي معناها الجراف تاع لو كورون تاع لو كورون تاع لو كوب الكترومغنيتيك تاع لا فيتيس دو روتاسيون تاع الكليسمون بور ان كوب دو شارج 0 و بور ان كوب دو شارج 10، باش نشوفو 0 و 10 مثلا كان 0 كيفاش كان الكومبورتمون تاع لا ماشين، شحال كان لو كورون و لا فيتيس و كلش، وكيفاش يولو لما الكوب يولي 10 صح. من بعد تروح تكومبليتي لو طابلو، دونك عندك 0 عندك 10 ثم تخدم 2 و 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16 و 18. ومن بعد تشوفوا دوك واش راح نديروا، راح نرسموا كيفاش تغير لا فالور ايفيكاس تاع الكورون وكيفاش يتغير لو كوب الكترومغنيتيك وكيفاش تغير لا فيتيس دو روتاسيون اي لو غليسمون اون فونكسيون دو كوب دو شارج، يعني كيفاش ياثر لو كوب دو شارج على لي غروندور هادو صح. من بعد نتراسيو كيفاش يتغير لو كوب الكترومغنيتيك اون فونكسيون دو لا فيتيس، ونحنا كبير رسمنا لا فيتيس اون فونكسيون دو كوب دو شارج، دونك عندك لو كوب الكترومغنيتيك وعندك لا فيتيس ترسم لي غراف نتاعها. وايضا ماذا بينا دير دي كومونتير اي تانتربريتي لي زوبر، واش تستنتج واش تستخلص، وهذا هو الاهم. انا يهمني واش تستنتج واش تستخلص، ولي بارامتر تلقاهم لتحت نتاع لا ماش. اذا هذا فيما يخص يعني الموديل، تقرا الفيشي هذاك تحاول تفهمه، اللي ما يفهمش حاجه يقدر يستقصيني في اي لحظه، البيرو مفتوح، الصفحه يرسل لي او عنده الهاتف اللي مخصص للطلبة تلقاوه في الموقع او في الصفحه. الان واش ندير؟ نحبس الفيديو هنا باش ما يجيش طويل بزاف، من بعد نرجع الى مطلب. اذا نحبس نوقف الفيديو ونرجع لكم.